هذه مو أول مرة وعلى الأغلب مو آخر مرة رح يصرح فيها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بتصريح جدلي من تصريحاته النارية المعتادة. اليوم صب غضبه على مواقع التواصل وأعلن بفيديو تم تداوله بشكل واسع، أعلن أنه منع على لاعبي الفريق التواصل الاجتماعي بأشكاله وخيرهم ينادي السوشيال ميديا، واللي ما حيلتزم حيخصم نصف مستحقاته. ممنوع حد يبقى عنده صفحة على الفيسبوك عندي، اختاري بين الزمالك وبين الصفحة وبين الانستجرام وبين البتاع الجرام وبين زفت جرام والكلام ده كله ممنوع، واللي هيبقى فاتح صفحة هخصم منه نص المستحقات بتاعته، وكل ما ينزل حاجة كلامي واضح، ده قرار مجلس إدارة، مجلس تقريبا كله موجود دلوقتي، وأي حد عنده أي حاجة عايز يقولها أنا راجل ديمقراطي بسمع كل الناس واللي في دماغي بعمل. التصريح طبعا أثار جدل كبير، كثير اعتبروا غير منطقي وتدخل، وفي ناس ثانية ما استغربت كثير وقالت أنه المستشار متوقع منه أي شيء، خصوصا وأنه شايف أنه ديمقراطي بيسمع كل الآراء وبيعمل اللي هو عايزه.